يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المثنى، الدرس المتواضع بفضل الله وبرحمته نظر غفي لهلاش إكسعان المجتمع، مرض اجتماعي إذ القليل وق من عنديس حاجة قبل يرحم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى. إفشاء السر ذا شوفوا البضنة، الشوفوا البضنة ذي هو يمرنا كو يتشر دخل المجتمع هذا القليل كان حاجة كذي يرحم سيدة رب الغيق من عديس وثم سنتقيق ذي نادي يسن خطيرة جدا أما غير الفرد أما غير المجتمع وسيدة رب الخالق سبحانه وتعالى ذي نتعلم ديننا وثدي في كلام باش يعني نخدم الشعائر الدين فصل الزكاة الصوم الحج من بعد سنقارب لنا خيار كل دين سيمن ماشي نقول لك كان في فينا الإسلام إفنانا في الحق سيدة ربي أولا الشعائر الدينية غادي في كام ويفنا أفين الله للحق إيجار نهض وثمثل نغي عباد ماذا إلا هون سفر من غي قراض وثمثل نغي عباد دي شون الدين نخذنا دي شون الإسلام الساعة إياق العقية كي نغي مثل خطر نتسوين إيمان نهض ألا نتعيش ذي الهواء ألا نصر مع إيمان نهض نعمر إيمان نهض ولا عرض مريع عمر إيمان إيش واثي دي سوي هذا ماذا العرض كي عمر إزمان دهو ماذا عمر دي مانيك ولا جواكي دي سوي إذن أنا عقيب اللي ذي الجنة جنثنا ذين لنا المعاملة لنا جوجرنا الدين لنا ذين لنا جوجرنا الدين المعاملة أكد يقارب أكد يقارب الرسول صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة كما يتمثل إفشاء السر نم أشوف الغرنا أنا عقيب اليوم مشيد الصفة أردي وين أين الهان المجتمع الزرع أين ندير تبزور تجرح وين أكني فيك فا الناس شوف غادي بعض الناس تجرح تسويس وتجرح الفرد تجرح المجتمع إما أدينا ذرفضنا يارك ذي العبد إما أدينا ذرفضنا يارك ذي الجماعة وإما ذرفضنا كخام دا سر المن أسرار المنازل السر اللي عندك يبقى وإما السر يعني ثمرتي ثمرتي كامل ثمرتي عزيز ولا قال لا أني شوف السر ثمرتي كجيم إذا رسول صلى الله عليه وسلم يتوصي باش نحافظ على السر على خطر الحفاظ على السر من أخلاق العظيمة الفاضلة إدي يقول إدي يقول الإسلام أم كده قال رسول صلى الله عليه وسلم إنك إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمان من قال أن يهضر دول جازي يهضرك دم سلاي من بعد يموق للجهة ويموق للجهة أيضا في حمايته مع ناس ديامنا إلى قدر تحفظ ويبغى لنا شيء يسل ولا شو يبغى لنا أشيء يسل حاشا ولا كنا ميجا هضرك إذا نهضرك إلى قدر تحفظ كم يد مثلا إذا تجي من الأخلاق من أخلاق الفاضلة وين يشوفون الفاضلة ويسعار الشخصية ويسعار المروءة ذي المنافق إقلا إلى خلع قيكية وين يشوفون الفضل ذي المنافق عاجب اسكال يخدم دين ذا شون ديناس دقو بيسيد ربي مريين يوفشي السير ما يدي هذا ريون يفضل نتوح ذات السفر ذي الغير نظر ذا فيس المنافق البعيد غنجر ربي يجي المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم في ديننا إن أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا أربعة صفات ماذا قال ليس عاد تيعاب يعتبر المنافق المنافق خالص للمنافق والمنافق ذي انتظر يكره ربي يكره الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دون الإسلام وتسكت سيدة رب المنافق قال وانده ماذا قال لهم يثوب لا يموت بلا توبة يروح الجهنم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير أكيد يخار سيدة ربي القويس إذا أربعة صفات أجيب تمزور تمزورين إذا حدث كذا ماذا قال لهم يهضر هذا قد يشكيد إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف ماذا قال لهم يفكيك الوعد هذا كيخالف سبحان الخالق الحوج في جناد سدرك كم كمل ذا قصر لنا قصر يست ذي العصر لنا نكون وانت نحسب له لو كان نظر شحال من درجة ما كاري أري روح ذا فيس في أسفل سافلين ما يخدم في مسالي شبه ديك إلا قال حشر ولا لنا الوفلسد إذن رسول صلى الله عليه وسلم قد يقر إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف
ماذا لا يهضر هذا الشيء يدير ماذا قال غير واحد ادي خلف يقرض واذ اؤتمن خان ماذا قال يا عبد اؤتمن معناه شنفكيت الامانه شون جنك دي امانه اما الامانه هادشي اللي ماديه هادشي اللي اما دريما واما المحل واما الشراء يجي جوا واما معنويه يجي تشير يجي دي فانا اني واذ اؤتمن خان خزاك انظر بلي يا عبد ماذا قال يخان الامانه ماذا قال يضق الرمانة ماذا قلنا يشوفه الفضلاء يقول يعتبر الخائن الله يعتبر الخائن وش يدير ربي حميارة الخائن يقال إن الله لا يحب الخائنين وش يدير ربي وذي حميارة يقال هو أن الله لا يهدي كيد الخائنين وش يدير ربي وذي حميارة الخائن إذن يقال وإذا اؤتمن خانا يقال وإذا خاصم فجر وإذا خاصم أرضي صار معنا نخر وإذا خاصم فجر خطر الإنسان ماذا قلنا البعيد عن الجربين جنوب من المنافق السجل يفضل يجمنوا دي سبوك يتفق على وخطر شو بيسقى من المنافق وكان يعتبر تشوكس الكلمة يجي من أمر حسي في النفق أما إن التونال دي التونال يخدم الشغيس المنافق سوى الدم يخدم الشغيس سوف لا يتفق قد ما نسدي نسيم يتفق قد ما نسدي عايد يتفق قد ذاك ولكن سوى الدم واحد صغر يكث كي يثوين يقول كذا عدو الإسلام أكثر بوذين المنافق كيا اذا اجي قرو اذا خاصم فجر ويعرف ذاك ما الى ذاك ما ذاك لا الى كان الشرع ان الى قال كي يدس ذم سري كان كي يولي ما ذاك الشط تحك لك الجين اجي ادي جبدت يا روان الفضل مثلا مره اكو كي جا كامل ابتدي شوفه ابتدي شوفه واذا خاصم فجر وكان الفجر انجر بين انجي من كان مثلا اذا انا عقيب اليوم الانسان المؤمن يتشطى في فضلها الاصرار ديالها يتحفظ في فلاس المؤمنين يتحفظ في فلاس الشرفاء يتحفظ في فلاس الاولياء يا حبيبي سيدي ربي قال لك هذا المثل اللي قديم اغدجان انك صدور الابرار قبور الاصرار وي نقويا ون واذا كي حب سيدي ربي تم قبرين الفضلها ما دين المؤمن تم قبر الفضلها وماشي كان الانسان المؤمن حق الايمان ماشي كان يشوفوا غير فضلينش ولكن هادشي تشوف ادنى مرتبه وحافظ اللي حافظه في فضله هادشي اللي تشوف ثاني تشوفوا غير واش مالها تشوفوا ولكن الانسان المؤمن الحق الاعلى درجه ديال الصفه اللي من الحج اللي تشوف في فضله بخلاص زين خاطر ساعات داخل القاموس يمشي بلي وتشي تشوف كثيرا والا قاتي دي مشي اشوف غير تهضر لك وشوف اذا هادشي تشوف سيدي كاين اذا صدور الابرار قبر الاصرار الله أكبر كان هذا مثال ولكن وين كتصرني غاشيا وين الأولياء من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة ماذا قال الصر ذكو ما كين سيم سيد ربي هذا كي الصر أمدي الدنيا أمدي الآخرة اكتصر حاشا الأولياء حاشا يقام يقحوك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الله أكبر كيف مثل ولكن الإنسان ماذا قال العبد اكشفوني فضنا كره ربي خطر يمنا أدن جدو غير بورس شدي قرص ربي الخالق سبحانه وتعالى في يمنا ما لكن العبد إنه من يشوفه يمنا ماشي مادني إلى يمنا أما ذي مثل يكفي دي جي ولا دي جني فضنا وإما ذي المادة أكي جخل نغذي كي جي المحل نغذي كي جي المال ذي ذري من أكي جي غرور كثنيف وكتنا أتعقيد بلين رمانا إلا أبتي دياف أسماء ديوغيفا ورسالتي دياف يلوتي السنايبارة السرد كانكني كيف كي مثل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل دي قاسي لربي سبحانه وتعالى أشتغي باش لمانا أتغي غربي استكمل أثنى يرار كيف ولكن نعبي الشفر البعيدة نجربين جل ممن اللي فضنا أنا أقبل لهم ذشون صفك زا ويسعى الصفة لها أسيك السيدة ربي النور غفو ذميس أذي جعلو ذميس أموشن كربو انت يزرنا ذا ذي عقي وم كل يوم ممي ذي زرنا أسي زرع سيدة ربي البغض ذقولون الخلق وانت زرنا ذا ذي كره أذي ذا الإنسان لن عديم التربية ويتصور بني ذميس عديم الأخلاق خط ذا الخائن ذا المنافق ذا ذاون المجتمع ذا ذاون الفرد ذا ذاون المجتمع الزرع ذا ذاون ازدخل المجتمع أشحال تفاملين إكخار من أفعال جلال الفضل نتفع أشحال تاذوين دي كان أفعال جلال الفضل نتفع أشحال وركز وكسنطوط أشحال من السبران أشحال أفعال جلال الفضل نتفع أشحال قرة في ضرانة في الفضل نتفع كم إذا الإنسان إلى قد يعقل الإسلام نكون أنحم ضرب بين هذا نشكر تمر تين سيرتي لنا إلى قد نمكثير الإسلام ذا شوف خطر على حساب وكن شوي نكون يزدخل بالمجتمع ذي يعدوا سيف غرر ذي الإسلام يعدوا ونسينا ديننا
نتخلف غف الإسلام في نتخلف الإسلام يدوم أرزان ولكن نكون نتخلف في الناس ذن شنيا نخدم الشعائر ندير مرة أكوة نخدم ولكن السفة ذني العاية غيقحوا بسيد ربيع باش هذا غيقبل سيد ربيع أي العبادة لنا ونعو السريم لنا يكثر يخدع ثكرة رشوة نذكر الودينا جيران ونعدي لريد سن في خزابيين الربا ولاش ذا شو ولاش تمثال تمثال ونخدم برا ونكافي قرائنا غنجع لا انشتاقي مرة وكش ونشتاقي تقبي سيد ربيع العبادة لنا ماذا قلنا صفاني ولو نغمر لنا كل أغف تمثالي دي كامل نقرزي من غرض وثمثلنا سيد ربيع غدي قفية غدي قفية غدي قفية العبادة لنا ماذا كذي قرائنا نكوني مرة تظلنا نتظل هذه المسجد لنا قلب لين ساعة غزاين خطر مرينا نخدم الصفوف داخل المسجد انزال ذا شرط يجمع السجن لا اله الا الله محمد رسول الله ماشي كلكيا اذا نجمع كلكيا ماشي تمثال الدنيف نصر وتسنزي ولكن الحب ربي الحب النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله بل نقيم نخدم الصف ذاك فعوذ ضي عوذ اركو كيرا ورك خديع ورك حذر ديك ورك كي الزفير ورك خدي ما ذا خزابيث اللي مزمر هذاك عاونا وين العايم وين ديرك هذاك الطراغين مزمر كان من عهدين يخلق الجوجرنا ما نسجد رسول ربي الخالق سبحانه وتعالى سجد أن يرنسس إن يرنغ أن يرنغ القاع أنا عقب لين قرف رسول ربي نقرف رسول قرسي ربي وش جد واقترب وش جد ما سجد فقرف ذا روح لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكو مريل العبد يقرب رسول ربي أكفر مريل الساجد كان وقفيات السجدة يقص عقيل بلي مطهر إذا دقيق تغذي ودقيق زديق وزمرة سبحانه في نسخة شرس قرف ذا صليت ويمكى فسيد مطهر ولكن أنا عقب اللي مشي ذي مسجد كان يقول قد يلي ويجمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا القاعة مرة كذا المسجد ده روح هذا تظلم وش بيحنا نفيه ما لدينينا وين عقب اللي مشي كان كي يغيث دينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحد سيد ربي سيدنا إذا ما ذي أكن ثلية تستخل المسجد هذه للذي برا أكن يثقر بضغة سيد ربي دي السجود أثقر بضغة سيد ربي دليغا ألس أفيد المرتض وتوذن أكن ثلية مطهر داخل المسجد سعيد تزدق تزدق الززدق ضماني أكن الززدق ضماني كي قارك وثمثني كي عيبا الززدق دوي كذين حسد الززدق ذي ثفر قول خطر أنا عقيب لي نقول يقول يا مرة أكو ذا نتفاق لي ذا نروح أي كلام أكو يفن جثي مسن كثورة مرة أكو أذا ثنجي أنا ونظري من المي ونوية تثدقيقا أيانا ديار زغار ورنا ضعيف إذن أنا عقيب لي أنا نكثي قرر جيدي وقررين ونظرر لن تدو نجعي أنا عمي سيدي ربي ماذا قلنا نزول أهذا القرصة إكشيني ما نزول من فعين ونزميرة ننفع ونزميرة ذات نظور ماذا قلنا ذا قريدي ساكو إذن لان إلا العبادة الدنيا كاملة ننفع لنا ما فغني وفريد مرة أكو وتصبرون لنا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إن سيدنا موسى لغني سيد شنو كان أتكفر مرة ما كن كل يوم أهل الأرض أتكفر كامل سيد ربي لغني كل حواجات إذا أنا عقب لي أنصف من إيمان الله إلى رب الخلاق سبحانه وتعالى ذي شرائك لعبد ملك ديوين سير ديوين غور كان دست سمن أي خطر وين ديت الجاسوس ديت سوين سير يعتبر ذا فاكتور أما الساعي البريد أما نخدي تسوي نخدي براذين دير البوسطة أكني يخدي قوين غاية ويم أكني يقص عقيد بلين تسير دي قوين ويقد حفظ الشيني والحواج ذات زر دي فاضل الغاشين أيضا والحواج ذات تويض ما في لساك دي حكو ثم سير دي سس أتوصي الله وما بارك ما في الغرفة دي حكو خاطر إذ قس دي الغيبة إذ قس إفشاء السير إذا السات الذنوب ماشي ذين ذين فرد إذا مش الشيني والغور كان إذا استقر دي فاضل خطر أكي إزمان أكي نحشكش حشكش ميدني ولش مرة هاكو قد يتسوي نسير الشفو ونسير كامل مادي وذا روكي كينا يفضنا غوكي عليه عند الصبح عاشك شمي دنيا نسا أكي قر مرة نوي يرنظم باش أدفع يفضنا ذي يكي بعد تشوف غير غير تشوف غير غير نظم أكي كان يتبذن إفشاء السير ذر مرض يتسنن المجتمع يتسنن الفرد يتسنن المجتمع يزو أيني لن دي زورا نتسمي إجزام الأوغرسن العلاقة العينية متفكات الشحلام الفيارق بوذكي محمين خرفني خمن ثي وشولين خلوت أفعال جنة من الفضل الثفاء إلى قد العافية كي كان يتبذل والكثرة إبادة دي ذي الكثبة إنك إنك إذا دمك سبحان الله كان يتبذل إنسان يشوفون يفضنا معناه ذا فضحك في الضحية غش أنا أقليكي وسيد ربي وذي حميانا خذت كان كي يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم خطرت وسقال رب اللي ما تخذ ما كرام وتستخلي صغيرا ثقم ثقم قطعا غشو تسيد قرر وفزدقي الخطر إيه مرة أب أين تخذ ماذا تخلص أين أكل مثل كور ذاك كور مثل ذات السوطة مثل تعدى ضفية ونتسوى ذا ديسيونا أدي السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ديوي ولا ليتعدين في الليل
الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين دودان. أكني تخدم هذا كي تخدم كعب الرسول صلى الله عليه وسلم أمك دينا إن ذي معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان ولم يدخل الإيمان قلبا لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم، ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وفضحه في قعر بيته. إن أوي ذكي أوي ذكي يوم أن كان سير سول سميك شمر الإيمان غير ذخي ويا ونسل وهذا ثلاث فتبثنا ونين سلمان وتنتبع ثلاث فرد باش تجذن كان السير كان الفضنا من بعد أصبح ماذا تنتفضحم على خطر ماذا قلت تبعض يفضنا عنه ما كان سير أتفضحم أذي يتفح سيد ربي الفضنا كي يفضح ذو زالة زهيدر أكي يفضح ذخي بخامي ذخل كانون بخامي هذا كي يفضح كي قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مثلا إذن حفظ الأسرار ذي المؤمنين ذي الأبرار ذي الأخيار إكسعان السفيقين أن دائما لسنا قال صدور الأبرار قبور الأسرار إذ مرنا ويون وإذا كي تحب سيدة ربي تشين قبرين الفضل ولكن الإنسان العاقل دائما وأبدا ما تشوف الفضل الغير نظل تمزور ذات ذي الخطر لسنا نكذي الخير وتشمسر وقد شفاهم ديش خطر ردي قال وإذا ابتمن خانة ابتمن خانة ماذا قلت الشفة رمضانية أقلت تعتبر الخائن والصفان المنافق إذا كشتنا بلاد ما ولكن الشفان يبضمات كشتنا ذي الخائن وكشتنا ذي المنافق إكار هيك ربيع إكار هيك رسول صلى الله عليه وسلم وكار هيك يموني كما يبذل إن شاء الله يمؤمنين نتفاك نتفاك هذه الدولية إن شاء الله يمؤمنين لان لان وإذا يتساوين ذخي المؤسسة ما كان ذو رسيقي دي نيون إن دنوغنا كسين سينا مفيا تنسينا مقوغا رجل تنسينا يكون الصوت ذا سوى إن دن بعد يون ديك سنسنا يروح دار غوري يروح دار غوري إن ذا شو مالي دينا إن تفروا هنا إن تخزري تورا إن دي دريمين وثني دغار غورس إن دا إن دا فكاسي دريمين وثني ديار مازال وثني ديار إن هذا غف غف الناس إن هذا الناس غادي دقيقة يقول هو جغرب وتسقيم الغرب طرف مرة أشي موت السير ضرا ذا شو ما يخد ما نشاك يخدم العبد النظام يمد فضح هذا شاك أكاد فضح هذا كيف الحسين ربي ولكن الشيء ذا الغلط غص ما ذاك اللي غلطيك مثورة هو اللي قد ذاك الشيء ذا الغلط إن هذا وخرف الناس الإنسان السير ذا السير أكن تحفظ في الناس ألي حافظ سيد ربي فيك أكن تصر مثلا كين سيمن أركز صار سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكان مثلا ذا الشتاقين فين الدين يسدي حذر داتا سطاس أفنشتين باش ونشوفوا غير الإصرار القوث مثل نغين سيمن سيدي ربي وش يحسب سبحانه وتعالى في دي قال يقرد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول سيدي ربي يمرض ذي القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ذي السنة والصحابة الكرام يستعلم مثل حفظ الإصرار تكمل كانك مغرب ورسنس حفظ الإصرار أتنغض للسفو غير السيرجي والنظام يقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول الإصرار ذي العهد أتفضي غيرك تسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إما أجد يحكيون أصلا يتحكسوا يتحكير الفضنة أخركنا وإما أجد يحكي الفضنة إلا قد صدر بلي ماذا قال قبيض تفضل العهد غيرك تسيد ربي وتشوفوا ضاره وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول وسيد ربي الذي قال سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها خطر تقيم فرد النظام كنا عن آخر بمن كنت تشوف هذه فضلنا بس أنك صوتي وكنا فاب الفضلنا ولكن من دورة قرويس بعد أتستجر في فضلنا نيس ولكن أنا مثقنا هذا الحجم تشوف هذه فضلنا كقبيلة تقيم غير مرسل وإذا قال سيد ربي وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون سيد ربي جعل ذوكي ذوكي يقولون إننا نفضلنا أكذب ولكن سيدفنا قد سيد ربنا ذوكي إلى قد يعقيد لهم ونجمل لنا هذا ذي رب الله أكبر كما يتمثل سيد ربي مشريح سبحانه وتعالى الذي قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها لما ناكشي جفا في سير قد السر إن في مشريح صلى الله عليه وسلم أن أسميه هجر دي مكة المدينة المنورة ذي انتوا يم استفعناس الكفار القرش المشيكين القرش لو كان في الطفل ذي الحين نغي مثلس كان يبا باسمية يومان ولكن هذا الطفل قف قزان ومشي ولا هدروا ولا أمسلي في الناس مرة أكو ولكن الشيخ صلى الله عليه وسلم وزمر لنا يوليش قاعد الرسول وزمر ما إلا سيد ربي ذهن وزمر ولكن وش بيحنا في صلى الله عليه وسلم استعلم بلين ماذا قلت بغضة شكيضة في سيد ربي صفي مالكي قاله دوات مثنكي عيبا غورك تصدر الوالديني غورك تصدر الجيراني غورك تشر الحق الغير غورك أتصدق قاعدة أصدق عضا لما كان تعود تقير فريد أذفان يخسر لي سيدة ربيهم وكان الشغل الحق العباد قالوا النغم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يهجر يروح
وسبقنا له يروح ذكي وسبقنا له، ولكن إجعل ابن أبي طالب رضي الله عنه ذكي كنيسة نستصرف رمانث القريش المشركين وإذا نيس الذين كان بشدث الغلمات فانتيدا أذث قزعان، ولكن إجعل ابن أبي طالب إنيس أذث انطرد مرة رمانث المشركين القريش خطر نسا سنس سمنس الصادق الأمين أكس سوي نقبل البعثة أقبل الإسلام أدي نزل الوحي في الناس الصادق الأمين ونقه الضرق كل نسل فاب لمانا الرسل تسوي مرة كل ما نسل الدهب ذر الفطان كل قوين يسعى نزل مرة دوين غار ورس أثي دوين غار ورس الرسل تنسجن ولكن اسميك هو جاري جمع علي من أبي طالب إنه سلس لمانا أم كان يعيون سيد ربي والمتسل يتسل لمانا أم كان يعيون سيد ربي يوني يستل لمانا إذن يريس لمانا كل يوم يريس لمانا لا 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 ما ننسى أكيد سيد ربي وشبيح سبحانه وتعالى دي قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون وتسخن ترى غوي ذاك يوما أي قد يتفن العهد سيد ربي وذن في صلى الله عليه وسلم دين سيمن وتسخن ترى سيد ربي وتسخن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسخن ترى لمن أثنون مونك خان لمن إخان سيد ربي إخان الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد إذا فكيوني يوتي حاجة السوى ترى كذ في لما نأخر واحد يقولك نيجي تصورنا السلع المسجد بش الصور السلع المسجد في كلا السيد بشهد تيوه وست الصورة ما يقولنا يجلس سبحان الله سبحان الله ولي نشوية آية مزبلة وكذي يحكوا لعبد الساعة ناضي سنة كامل الخطر نشوف الذين سيمن ولكن نخدم الفاعل وإذا كنا الذين سيمن حش قال يا رحم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى التهيئة مثلا سيد ربي مشبيعي سبحانه وتعالى الذي قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وإنك خان سيد ربكي خان وإنك خان سيد ربك يتقيره وتقيره الرسول صلى الله عليه وسلم كي دين هذه السنة يقرد الحديث يقرد المكر والخديعة والخيانة في النار المكر ما سخ من تخز بديون ولي فقرة وكي فقرة الخديعة ما تخلعه أو ذي الخيانة ما تخلعه ما تخلعه إن تيجي في النار خطر شيء من خطر وجهنا المنافقين بعيدا عن جرم يجي المؤمن المكر وزمر الناس خلنا تخز بيدي سيد يعذ ماذا قلنا وسيد ربي وكي كتير فرق بلك طفينا ولكن ماذا قلنا تشكيل فلاس عقل بلي أكل يبغى يخدم المكر وكي تصدف فرق يقال سيد ربي جوايز ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما دين ذن المكر ما سخم ذي وانتخز بيدي وش مكي وش مكي فقط خطر جعلت وش مكي فقط من سيد ربي فقط ولكن الذي قال الجزاء من جنس العمل أم بعد نسى المكر إلا المكر صور سنسى أكنيث الحذر قلوه أكنيث روح ذر بذك يروح كي قرأ الشيخ محمد الحسين في الأسعى الفرب أكنيث روح ذر بذك يروح إبا ويمكرون الله ويمكرون ويمكر الله وسيد رب المكر الإنسان واسي فقن يون وسيد فقن كشتل المكر نيكي فقس ولكن المكر نيسي ذر بولا شو سيد فقن المعنين سبليم أتستندل كشتل ما تكتب إنك تندي ذاك تناك تندي إيماني أكام إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قدينا إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة ما قد يهضر ونقازي بسلاي أم بعد أبي يخزر مولا شوذي ويزدي سيا عقب لمسلين ولا شوذي يفغى غادة ذي سل حشك شينا إذن كشينا إلى قد تقرر الدخيل الدخيل المخيك الدخيل قوي وتنظر الدخيل أتنظر وذي تسفو ضارة وتحكو ضارة وتحكو ضارة وخامي أتحكو ضارة وخامي كذي يفغى أكن الأصل ذي تمسك تجلس إذا جابوا يفدو أذ يوضعوا أذ يوضع يحكون إلى وش نسي فم دقيس لشون ذي نعم شو ذي بعد تشفق تمسك وين غافين وين غافين كل حاجة ماذا قلنا انتشر المدة الجورنال البعيد عن جرفين جيم من الخبرنا المجالس الرسول صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة ما ثقمت في مجلس من المجالس سقلوا ذي سين ذي ثلاثة يدون أتحكوا بلك هذا ثقم ذاك ثقم الوير نظن ذي سين يهدر ولكن سيد أصلا شيء يهدر ولكن إياك وإياك غصب ذاك لما شيء تشيل ذا يهدر ولكن سيد أصلا غور كان إذا تشوف هذا مسلين نيس المجلس نيجي في ذاك ولي لقال ذي فهم مسلين ذي المجلس نيجي ذي فهم المجلس نظر ويجوز أنا في الليل كيان خطر فينا تعتبر ديفان المجلس المجالس بالأمانة إذ قرر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب صفة مرة يجمع كذب من إنسان المؤمن يعب ضعيف يجمع كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذ قرر الرسول صلى الله عليه وسلم وليش العبدون غلطة ذي الدنيا إنه ولكن الغلطات يجمع ذا تخذ مرة ولكن الخيانة كذي يكتب وتسعى على المؤمن الكذب الخيانة أكل يكذب وتسعى على المؤمن أكيد مثلا خمسة محل تجاري يون مثلا محل وسن لسبب من الأسباب وزمرات يسرس فيه اسم يسرح يسرس هذا في الناس يسرس المحل كان كنيا تحانوس ذياجم يسرس وكذا إنه ندي حكونا كان ندي حكونا إنه يسرس في الناس ولكن يجذر مس يسرس كواغط كرلوتر سيني كل شوية في اسم يكسس مرة أكل ينجم
من خلاص وقسني يغي مفصل جوه رسم ونهدر ونرسم لعين ونرسم خرابا ولكن ما حد نيجو يستكمل إنسان يسرس مسكين باش أبي يسعو لارض النصيرانس باش أبي يسعو يخذ لارض طلاتيس ولكن إزراد يرسم في اسمي يكسي يستكمل كيف مثل خيانة بعد خيانة سمية عبد الجل يبغى يعيش سوق الله لينوني يبغى يعيش سوق الله هذه كسر هذه كسر يعني وإزرار بلين السيد ربي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أين دب يذق سوق الله مرة نقول يصلي ذا بابي جامع ثقل ذا بابي أعقية كيا وقثي جرس ذا بس دخل الخارج الحرام إنما كيس نعيل دخل كخامي كيس نعيل دخل كاروسي خير بريس تفعلوني ما بشيد لحية كس نعيل حش ما ذكرت شو كس تفعلوني ولكن أستقر كسير بفسقين ويتسلس لك كسير بفسقين ويتسلس لك شو تتفق ذرا ما كيس نعيل كاروسي كيس نعيل كخامي كيس نعيل القشيلان غفعلوني ولو ذرة وني كده ضربة كن ذرة ريبان يضرب ضربة كن يتخزى في اللي ضربة كنا تسلس نكسن در مرة مشي ذرة ويك ذرة مشي إن هو حديك ولكن تسلس نكسن يغشى إذا مكشمات فندع ذوي ذي مزورة خطر وذن سيس دار ولونيك وسادر كل علاقة ينسن الحرام إن ديسك كم سلك يون أحد السلف أحد العلماء السلف الناس اللي شادين يدي الخيانة يجوا الصفات ثم ستجين الخيانة ذا شو يرضي فسنيش يرضي فسنيش الناس يزمي الغاشي دو الصفات عدى الحدود وزمي الغاشي دو الصفات فعدى الحدود لعب ذري خانن أي مثل يدي الفضل هذا شيء شوفه وجين عديم التربية وعديم الأخلاق وذي الخائن وذي المنافق وذي ويعرف ذين يصب ذي المرتبة بين السد والحيوان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل الكامل مثلا الصواب أن أخذك رسول الله بيحصل الله عليه وسلم قال باش أنظر بلان الإسلام ذا شيء يغضي ويان يقول فصلي تاكل الزكاة الصوم باش أفيد المكثين ولكن الحقيقة ديننا باش أنقرس بوغرابا خطر الإسلام يكون إذا القاعين إذا القاعين سنعي فد العفاد يبغى سيئي هنا يبغى سيئي هنا يرانو كريعين يبغى سيئي هنا يفكي الدستور يسال إيه هنا ذا الإسلام ولكن نكون نطف الشعائر ندير ولكن بوغرابا الجد خزر كادي قال قد أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خالك وين يكدف كان يمانا الرس ولكن وين كي خانا نغور كذا تخانا وين كي خانا نغور كذا تخانا وقال إذا الإسلام أيضا مثلا السجلة شوية تمسي أمكلا تسوى هذا حشا ماذا قلنا يتجي الإنسان أذي تبع لي اسم حسيس طفل دفير الحياة يقيم ما تفض سين هدرن سين هدرن جوجل رسل الصوت مشطوح يشد دي فغارة أياك تسقن بار طرف السن وإلا قاد سقن بار طرف السن الجاس وشيتو غانظ لسبيون يتغير جينا هدرنا هذا هدرك شو حاج جدي بابلي معناه وفغناء تسيون وفغناء تسيون يهدرني يهدرني كيف إنك أتج ما أسوغ عند الجاسوس حاشا ما جفذن تسيرنين بعد ذلك قالت السفغة أفضحن أفضحن بعيد عن جربين إن جرموا من فاليس خزاطوش في حن الفاشة اللي قال صلى الله عليه وسلم إن من استمع إلى قوم وهم له كارهون مريل العبد يروح هذه اسمح سيس إكران أم سلي ألا هدرن وياذ نظر إن ابن ذني يرنو ذي من ينسن ولش وادي شيل أفغي مريل وادي شيل ألدي قال صلى الله عليه وسلم صب على أذنه أنك يوم القيامة إنك سيسمع سيد ربي سبحانه وتعالى الرصاص نفسينك الرصاص يفسد الرصاص ما تسفي حمو ما تسمر خزرك ما تسرح ذي الرصاص وليش الشيء خرج يفسد سدي طرف يرسيده وسرع الرصاص ما يغر نزلوا في اللي دو برين الحمو يعني أذوينا ما سيسمع سيد ربي أريم الصغر نينا سيكش محسي سكني مغار ذي الجاسوس كام الرسول سبيح صلى الله عليه وسلم إربان الصحابة ينس إربان الصحابة ينس أفي فاضنا باشو تشوفونا لهم أكاكيام الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الكخامس من بعد كشن دكيلس كشن دكيلس فاطمة رضي الله عنها وأرضها من بعد إمد قد استرح بيش مرحبا بابنتي يقول سيش غامي سيد غير طرفيش من بعد إهدرا سرم الزغيس إهدرا سرم الزغيس أمس لي طرق ذي طول شروع من بعد يعود أمس لي نظم أمس لي نظم وسن طرق ذي ثلاثة ثلاثة فكرت الزوجين نسعى عائشة رضي الله عنها وأرضها تروح على فاطمة من بعد نسيا فاطمة شين دينك النذل ثني سليعة إيش هو قيد السير للرسول صلى الله عليه وسلم وزميرة تشوفه لو كان يسيع جفت السير تلس العياضة في دينه ولكن ما تدين ما تدين السيع قوي أم كان تشوفه ولكن أسمعك موث صلى الله عليه وسلم ثغير من غرص الناس ترد زمرضة ذي في دينه ما عريش إلا إنسان مريل فافي شو بيش يديدو لي تزمرضة في دينه السرنة أين ودن سور المضرة أين ودن سور المضرة للفرد ودن سور المضرة للمجتمع بل كتير المنفعة بقس الغير نظر غصت النتيجة ما عايش ولكن ماذا قلنا هذا الحي لونس النفسي عقية قد قيمة السير الأريقي ولكن ماذا قلنا ذينا ديوين المظهر غير نظر غش يموت للمظهر وثي القرار
يود الشامي يود كلام نيش أك أسميه هو خضر حاضر نص نيش عائشة في ربع فم ويجي أجز مرضي دينا الشير ذا الشيء مدينا ثنيا شم تدينا ثنيا شم يقيم عكنا الطرف فيش هذا رأي دبر دهم زوره ينادينا يا فاطمة جبريل عليه السلام الدرسي القرآن الكريم اللي عوي ذا بريد كلام سقاسي ليس بريد ذا جمعة ثانية دير عبورة ينيس زرق بين أجل إنه يقرب ذا غدر الدنيا ذا روحه فغطى القديم طاو طبعا من بعد يعاود سوق اولا نظام ويسين نظام ينيس يا فاطمه ينيس الكميه مزوره ذي الاهل نو غادي نحق الغور ينيس الكميه انا نروح انا نروح الغور وست شهور ثاني من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نروح من بعد مسجدنا كنا وين كان في 99 كان مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه اقموث وركز كليس انا شخوليس ابن حذافة السامي رضي الله عنه يموت في غزوة أحد يموت الشهيد من بعد حفصة إليس من بعد ثغال أرملة ستولفف وتسعر بوليس أمكي خذ عمر بن الخطاب خطأ لي وخذني ثلاث وصرات سمي وصرن إنسي من درمرين إنسي من درمرين كماس المؤمن درمرين كماس تصرى يوني الصوير يروح عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروح أبو بكر الصديق إليس يا أبا بكر إليس أتسوال هذه اللي حفصة إليس قد استغل إنيس إيشوس موز ديارانو موز ديارانو يغرر عثمان بن عفان رضي الله عنه إنيس يا عثمان إنيس إلي حفصة إنيس أثشوية إنيس يقد استغل إنيس ديار غارو كثم ستقين زواج يا عمو يروح يتشح خط عظيم دوك إيس يتشح من بعد يعني كان كالكرب والسن يروح للرسول صلى الله عليه وسلم غار عمر إنيس يا عمر إنيس ذي فكضي إلي حفصة يفكيس الرسول صلى الله عليه وسلم وثغر الزوجة نستغر من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضها شمت الزوجة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد يروح عمر بن يروح أبو بكر الصديق أكد عثمان بن عفان ورحمة غير عمر إنس أبو بكر الصديق إنس يا عمر إنس ضرب اللي تشحف اللي إنس كم إنس استعرف إنس يغس الرسول صلى الله عليه وسلم يدر دي لك حفصة إنس ديني فيهم يفوق داري غارس الجواب إنس لو كان نسي غار يدريتين ثنا ذيد كان نسي لكن عم قفيات عثمان بن عفان روح عثمان بن عفان إنس كيف إنس سني غاس يدريتين إنس لو كان نسي غار يدريتين إنس تلي ثنا ذيد كان قبلا إنس تبغي ذا أنا غيدر في شو السير من الرسول صلى الله عليه وسلم تبغي ذا يدر في كيف أغنى إنس داشي دينا يتشروم يتفذني ذا غارس دي حبي ليش ذا ثنا ذنيش ذا ثنا ذنيش أم سليم رضي الله عنها وأرضاها أم سليم ذي مثل أنس بن مالك رضي الله عنه أسمع جهوز الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة من بعد كل يوم دشوا مكابر يسيب بين الهدي يسيب بين الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ثم توثق ما قال أم سليم قال العلماء فلسنا نسلو كانت هي أول مرة نوكو أم أم سليم في الأول أضغي في ترقز في الأول أضغي في ترقز لو كانت هي أول مرة أم سليم في الأول أضغي في ترقز ولكن نسدو تسعر هذا الشيء الهدي يا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تروح الرسل ويس أنس بن مالك سنيت مرة الصحابي الجليل ديروان أحاديث ماشي كثيرة إذا مش تروح كان كنت نيس يا رسول الله نيس كل يوم نشوف الهدي يا يقدبون نيس نكيف نيس نكيف نيس هاي الهدي يا يقدبون وقاعد مية كيف يقدش أي يخدم غرضه يقويث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرس يخدم غرضه ولكن ذا شو ما يضحكوا أنس بن مالك رضي الله عنه يند عشر سواس نخدم غرورس يند العمر يويث العمر يشتيم العمر داع قفلين العمر يدي نذا شي مدخم ذا كان شي مدخم ذا ركا يند حشي ونوري نيثيد السم زوارو يند ينايد يا بنية اكتم سري تكن مؤمنا إنيس غور كيف أضناو أتي يدي مؤمن غور كيف أضناو أكن أتي يدي المؤمن سبحان الخالق خزر كان يتمذن أطفي فضنا ما تي يدي مؤمن ولكن إلا عبد سطف ريب الله دي مؤمن لا المنافق وذ الخاين وذ عديم التربية وذ عديم الأخلاق ذن جارودي دوني ذن جارودي يعني فدر عبد الصطفرة ونصطفرة ونصطفرة يفضنا إلى قل العبد الشخص العبد يسعى الشخصية يسعى للمروءة أبي يسعى ويسي يفضنا والله من يغذي والله من يكون دم أثمث النغذي يجيراني يجمن النفس ذيك سنو دني لارا ودني لارا يفضنا النفس ذيك سنو يجمن دني ودني لارا ودني لارا يفضنا أم كن كنا كنا أول شيء كده السفر فضنا قدمة النا قدمة النا إنش أكتم سيري تكون مؤمنا أطف الفضلينو هذا شيء دي مؤمن أنش بن أبنك رضي الله عنه إن الزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ تشعل في ذي تسقسيتا كما في فضلينس إن دمي ولكن مستحيل باش استفكار ذي فضلينس جمعت غير فضنا للرسول صلى الله عليه وسلم يمس يمانيس إن دي يقوى سيلا عبوك كذلك برداني مش طحن
ينادى بعد عدد صلى الله عليه وسلم يسوليدي أنس حواجك يروح الله يروح ينادى يروح الرأس إيش قاعين في مهمة ينادى بعد السنين عط يغشى مغرري ماذي وقف ينادى كل كش مع الرأس ثمديتي متوحمي دغير كش ما سخم يا أنس أنا ذا روحه ينادى ناس يا أمه المهمة إيش قاع رسول صلى الله عليه وسلم إيش قاع يروح ثني إيش ليش المهمة جيم إنس يا أمه إذا سير النبي صلى الله عليه وسلم جميرة أنتي دنيا وزميران دينا دي فارنس يفضل نتاع وزميران سي دينا ثنيش اكتم سير له يا بني اكتم سير له يا بني ثنيش غرك حافظة في فارنس يا أنس الله أكبر كما مثلا إذن أنا أقي باللي يعرف ذين يتصطف ذي فارنا إكسان ذي ثيرو يتيرو كزا ذين يتصطف ذي فارنا إكسان إكسان الشخصية الدواء ذي يولا كان الكخامي هذي الشيماكي هذي الشتاء ولا ذي يبيح الكخاميني هذي يتسمع هذي الشتاء ساعد الشتاء ساعد برا لحالة كم كذا من كذا من بعد نصوض المين نتفتخر سوى نشتاقي ما تقم لك في جامعة كينيا أنا وكي يكسلنا كافية أكثر من كينيا نكي خون طاف شاو كخاميس نسيان كخاميس أهدر غيدس أعزر غيدس الكخاميس وكين اللي يفضلون كار هذي جعلي لك ربوين العالي غيدينا من بعد دي يفضل السيرينس هذي يفضل هذي فشو السيرينس داشيك ساعة داشي موي ساعة انشتاقي تسوينا دي ميحنا غيزينا فافيش يقنع قيب لي دينيس مرة كار يخدم كار يخدم يروح كامل وليش لعب المحقور للدوني فاكثر لعب ذلك اكثر لعب ذلك الله أكبر فكان الرسول مش يحصل الله رسام كدينا إن دلعت صاحب مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أسعد الصاحب الإنسان المؤمن يسعى للإيمان والنساء للإيمان التقي. وينكو والمكل النهاية شن حش التقي. ماشي الطعام استقبل الفقير المسكين وجه خطر ويطعمون الطعام لحبه مسكين ويتيم وأسير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا أنشتقين الإنسان المؤمن يطعم الطعام أطعم الطعام وفش السلام والصبر بالليل والناس الليام تدخل الجنة بسلام إذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن مني للعهد دائما باستمرار تصوي ضارب خميك يستيمك يدك خميك وكذلك يوي فضنينيك إذا قد ولك إنسح فضل في فضل لا تصوي ضارب خميك باستمرار ولك إنسح فضل في فضل سبحان الله ولكن ماذا قلنا لا بد يفعل بخميك كي يفعلك أشد يستوب جورنا أشتكي أم قوية إذا أخذنا عقيك كان يد مثل سبحان الله لا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يوصانا ميس عبد الله بن عباس إنيس أمين إنيس عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إنيس يقرر فيك غار ورس إنيس يقرر فيك غار ورس إنيس خمسات مساء قيلا قد شفوه في اللاست غور كالي ذا السور وخمسة مساء قيلا ماشي كان دين دينا العباس بن عبد المطلب إميس عبد الله ولكن أتنشفو مرة في اللاست الكريم أنا من كل إنسان ماذا يشوف الناس من كل إنسان الذي حفظ في الشخصية الذي حفظ في الدين الذي يشوف الناس ما قيدش ولا سيقار هذا سينا لا تفشي له سيرا أطلس قيم ذا رواص لا تفشي له سيرا خطر أشي ميسي إنما أكتم سير لتكون مؤمنا لسينا رسول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك خطر إنسا تسقيم ذا معنى إنسا تسقيم ذا بخامي أتشتر بخامي أتزار ذا شيخ الدماغ أتزار ذا مكيل يتعامل ذا بخامي مرة أتزار ذا أكل شغل وثن طوال ذا كامل ولكن الفضنا وركن ذا السفوض وكذلك إسي إنما العباس بن عبد المطلب ميسي إنس لا تفشي له سر أتسقيم ذا رواص أتزار كل شيء سادة ويض ولكن إياك تفغر ذا أتفغر ذا ذا بخامي الله أكبر. أكيا إنس تسنى نظام إنس عقدة ضد الغيبة ضد الضيوف ودي الغيبة فيش غورس إنسان وكيد سميحان ما يتفك تقول استجت روح خلاص ذي إنس غور كنت دقدق تكسي كلب غور كنت تسعى سير ملك الجمر إنس غور كان إذا تسخن إذا أدي حفظ الإنسان في الأمانة باش سيد ربي أدي حفظ في الناس خذ كان سبحان الله ويجيني إيش نسيت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي المؤمنين خذ كان كدي قرأ ذي الآية في مزورة ذي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ثقل يوت الصفة وانت يسعى الحاجة البحرية البح وانك يسحى فضنا في يمنا يسحى فضنا في السير يسحى فضنا في فضنا أم كل يوم مرة ناكو يسعى المهنين مرة ناكو تتسوي دي الفضنا في الغشي غرورس أذي للطبيب مثلا أذي اللي بارك سامي للمحامي أذي ليون اللي يخدم دي بيرو صحو اللي غشي غرورس يزرق ويفضنا الغشي أياك وإياك المهنينك المهنك الغرد ديني خطر ما السفغة دي فضنا كل شيء روحك وكما قرن السكري بروفيسيونال الإنسان إلى أتحفظ في الفضنا في الغشي يوم أولي الزرارة الفضنا بيض يوم ما أجلس السينين سينس ولكن كشي بجلس السفغة إذا كنت تخدمه ونقوم قولها الشرف في خيدة كبيرة الله أكبر كايد مثلا
إذا إفشاء السر ذي حرام باتفاق الفقهاء ذي حرام أما كنيا أحافظين سد الفرض أكي ينقل إفشاء السر ذي حرام سبحان الله كغير مثلا وينا ذا بيس البعيد عن جربين جي مؤمنين أكني يخدم هذا سيتخدم افعل ما شئت كما تدين وتدان يقال سفيان الثوري رحمه الله إليه ما جمع السعودية وندم دكوي السعودية وندم ماشي دي ساعي ست زمرة تعقيد ما دم دكوي نعم ما لا يغضب ما لا يغضب في الله إنك ما لا يغضب في الله إنك شجع سبع على ما لا يهضر في الله شيني لا يهضر ماذا قال السفرة السير ماذا قال لا يهضر لك إنك هو ولكن ماذا الخالد يهضر في الله إنك هو كذا يروح بنا ولذا الإنسان المؤمن يقال ذنون المصري رحمه الله إن ولش الخالد بنا كي جايين بليان صوت غلط ضارب كل نغلط مرة ما تسمى ذا ذنب دكوي ونغلط ترى أدوا له واحد يدوني أغلط إلى قد شعر فضي إلى قد صبر إلى قد أتسبيع أتسبيع هذا الحول ولكن غلطا مرة غشي مرة غلطنا إنه ولكن أرك جاه لكن أنا إكفغ أثغل نتظر مرة إنه كلش الخارج إنه ولكن ولا يعرف شو نسير مري اللي يغضب إنه هو جل لئيم الدني ذي الخسيس أدنى مرتبة إنه كل العبد جم ولش العبد يتشبه دينا ما جم وليس على الشخصية عديم التربية عديم الأخلاق ذي الخائن ذي المنافق ذي اللئيم ويسا يروا للسفن ديرو يساري ويساري العبد المجين سبحان الله يقال السفاري رحمه الله حين أتصغر أتتفض أتتفض الجمرة تمس أثير جيد للكفوسي تسجن الصغر يسيك سهيل ولا الصغر ما تصغر في فضلنا ولكن الإنسان إلى قد ذي سمع يقال فولتير فولتير ذا روميا ديون العالم ذا روميا أم كده يقال إن ذي العبد ما يفش السيرين ما يفش السيرين ولكن أحمق ذي الحمقين إنه ولكن ما يفشو السر الغير ما يشفغ الفضل الغير إنه هو قياد برد الخائف أتحفظ الله سيد ربنا سيد ربنا دي حفظ في الليل ولكن باش أيه مثل يعني أدرك من شو سنية باش أنظر بالليل ماذا قلنا نجعي بالليل تظليت نغض الزكاة نغض الصوم نغض الحج غسل حاسب سيد ربي فلاش ماذا قلنا ما تنخدم أكنيتي أركان الإسلام أتنخدم أكنيتي وإنك شاء الله إلا لما عبد الله صلى أركان الإسلام أتكي حفظ ولكن ماشي فلسطيك فيك فد الإسلام يتمثل إلا ماشي واحد ستي في قبل الإسلام إلا المعاملات تيجي قناش عبادات شعائرية ولكن تلوين من قناع عبادات تعاملية نغ المعاملة والرسول صلى الله عليه وسلم يردك الميزان غروية تقرب الدين المعاملة الدين المعاملة شو 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 زمرة شو تسير لعب شو شو فاز زمرة هذا الفضلنا الفضلنا اللي ما تشوفه سيرسيك نعم سيرسيك سيرسيك ولكن خزر شو دقار صلى الله عليه وسلم أفيرس البندم إند المسلم أنويد المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن دين سير وين يسلم ينسلم ذي لسان الجيرسيس أكو دفوسيس ولكن ماذا قلنا مسلم لا الجيرسيس أكو دفوسيس ذا شاك يخدم الزهر شاك يخدم الشعائر الدين ماذا قلنا خلط كان يتمثل الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة والسر الفضلة أشوف الفضلة ذي حرام أشوف الفضلة ذي حرام أشوف الفضلة ذي حرام أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.